مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا مع فقرات صباح الشارقة ومع فقرة الاتيكيت وضيف مميز أيضا. موضوعنا اليوم في عيون من حوله يبحث عن صورة الدفء والحنان أطفأها الغياب، لذا كانت مواساته وحسن التعامل معه فن له أصول في بستان الاتيكيت وواجب ديني قبل كل شيء. طبعا بيحدثنا مشاهدين الكرام عن اتيكيت التعامل مع اليتيم الأستاذ عبد الله درويش، مدرب تنمية بشرية وإدارية، ونقول صباح الخير أستاذ عبد الله. صباح الخير، حياك الله. حياك الله، الله يبارك فيك أستاذ عبد الله. يعني إذا نتكلم عن اليتيم، نعرف من هو اليتيم وليش هذا الاهتمام الأكثر لليتيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليتيم هو من فقد والده أو أحد والديه. وليش هذا الاهتمام الكبير في اليتيم؟ لأن المفروض أن نحن نعيش في كنف والدينا أو نعيش مع والدينا لنحصل على التربية، على الدعم، على الأمان، على الرعاية. فأنا إذا فقدت جزء من هذا الدعم أو الرعاية أو الأمان، يحتاج أن حد يعوضه، لأن هذه حاجة بالنسبة لي. من اللي يعوضه؟ المجتمع. لأن المجتمع بالنسبة لنا نحن تكاملي، فمتى ما كانت الحياة تكاملية فنحن أصبح دورنا أن نحن نغطي الحاجة اللي يحتاجها اليتيم. طيب أستاذ، هل اليوم يعني مساعدة اليتيم أو والدته مثلا أو غيره ممكن أن يكون بصورة مباشرة يعني لهم من دون طلب، خصوصا أن ربما يعني أنهم يشعرون بنوع من النقص أو شيء معين، فهل أن المساعدة تكون مباشرة حتى بدون طلب منهم؟ أنا ببدأ من موضوع النقص. المشكلة أن صايرة الحين أن نحن نعيش اليتيم وأما أن أنتم فعلا عايشين في نقص، وقد يكون في بعض الأوقات لا. ليش؟ لأن إحساس المجتمع أن هذيلا مساكين، هذيلا ضعفاء، هذيلا لا، هذا يسري عليهم ما يسري على كل الناس. يعني هذه مثل في الحياة، اليوم الشخص موجود باكر يتوفى ونحن كمسلمين مؤمنين بهذا الشيء. طيب قبل شوي نحن كنا نقول أن هذا فقد، فدورنا نحن أن نحن نكمل نكمل أو تكامل المجتمع. شو اللي لازم نسوي؟ معظم الأسر متقاربة عندنا نحن، فأنت بحكم أنك أنت قريب منهم فأنت مطلع على حالتهم. الحين بما أنك أنت مطلع، هل الأسرة هذه مقتدرة وقادرة تقوم بشؤونها، فقط محتاجة للدعم منا نحن، أو الأسرة هذه غير مقتدرة؟ صحيح. إذا كانت غير مقتدرة بعدهم نوعين: غير مقتدرة وعندها سجل نظامي في المؤسسات الحكومية والخيرية ويقومون برعاية شؤونهم ويعطونهم مساعداتهم، أو لا ما بمسجلين في هذه المؤسسات الحكومية فنحن اللي نقوم برعايتهم. طيب هل نحن قريبين بحيث أن نحن نقدر أن نعطيهم المساعدة هذه، ولا لا نحن بيكون في إحراج؟ إذا في إحراج لازم يكون إيصال المساعدة بطريقة غير مباشرة أو بدون ما نحن نحسسهم أنهم هم يعني أنقص منا. يا أخوي عبد الله، اليوم يعني في ما شاء الله تبرعات، في مثلا جهود من الجمعيات الخيرية بالنسبة للأمور المادية، للأمور يعني العينية مثل الملابس، الأشياء اللي يحتاجونها داخل البيت. هاي النقطة اللي نتكلم عنها، كيف إحنا ما نخليهم يستشعرون بأن هذه هاي شفقة يعني عليهم، ولا أن نحسسهم ترى أنتم أيتام إحنا نبغى نساعدكم؟ يعني كيف إحنا نخليهم ما يحسون هذا الشعور؟ يعني الطريقة المثلى اللي نقدر نقدم لهم المساعدة بدون ما نحرجهم. طيب الطريقة المثلى، أول شيء نحن نشوف من الشخص اللي موجود قريب منهم دائما، هل أكون أنا فعلا أو في شخص ثاني قريب منهم؟ الشيء الثاني، هل لازم أنا دائما أحط مبلغ معين في إيدهم، ولا أنا أقدر مثلا مصاريف المدرسة أروح أدفع على المدرسة بدون ما أحطه في إيدهم؟ مثلا جهاز موجود في البيت، لأن نحن تعودنا حتى نحن كأشخاص عاديين، مثلا أنت شفت أخوك يحتاج جهاز معين، هذا
في أوقات أنت من نفسك تروح تجيب له. صحيح. فأنت تقدر أنك تجيب الجهاز بدون ما تقولهم والله أنت مساكين ما عندكم فأنا جبت لكم الجهاز. غير هذا نحن الراعي الكلمة. الكلمة ممكن إذا أنا أقول له كلمة معينة تجرحه. صحيح. وفي كلمة ثانية تدعمه. تقول نحن مثلاً إخوان ما في فرق بيننا اليوم أنا جبت لك جهاز باكر أنت بتجيب لي. هو عارف إنه هو يمكن ما يقدر يجيب لك. بس انت محسسنا ان نحن كلنا صحيح. كلنا بنفس المستوى نعم. نحن كلنا نعم. نفس الها بكره انا بحتاج منك مساعده فانت مجرد الكلمه او الاسلوب او حتى النظره لما تحسسه ان نحن ما في فرق بيننا نعم. اليوم انا جبت الجهاز باكر انت بتجيب لي اياه نعم. اليوم انا مثلا سويت هذا الشيء بكره انت بتسوي لي او بطريقه غير مباشره صحيح. تروح مثلا تدفع له مصروف معين صحيح. او خدمه معينه بدون ما هو يعرف نعم. صحيح نعم. وخصوصا أنه يعني في بعض الأيتام ما شاء الله مقتدرين بالضبط. يعني حتى دائما الأسئلة مثلا لمشايخ الدين وغيره أنه هل مثلا تجوز عليهم الزكاة أو غيره خصوصا إذا كانوا مقتدرين لكن نحن نبغي يعني نعرف طريقة التعامل اللي ممكن تأثر على اليتيم اليوم خصوصا إذا أب ويا ابنه أو بنته مثلا وأمامهم يتيم كيف طريقة تعامله ويا أبناء تكون الطريقة الصحيحة حتى ما يجرح هذا اليتيم اللي هو فاقد هذا الشيء فاقد الأب فاقد حنانه فكيف طريقة اللي يعامل فيها أبناء أمام اليتيم الدليل الأساسي في التعامل مع اليتيم ذكر في القرآن فقال سبحانه وتعالى فأما اليتيمة فلا تقهر يعني لا تتصرف بتصرفات تقهره فأنت لما تتعامل مع اليتيم حتى أو مع أبنائك تعامل بطريقة طبيعية وفي آية ثانية الله يقول بمعنى الآية فإصلاح وإخوانكم فاليتامى يسألونك عن اليتامى فقل إخوانكم ما بحافظ الآية بالضبط فمعنى الكلمة أن إخوانكم وإصلاح فأنت إذا خذيت هذه الآيتين هم لا أقهرهم وهم إخواننا وأنا أصلحهم طيب أنا أتعامل مع أبنائي هل لازم أنا أتعامل مع ابني أقول له مثلا شوف لأني أنا أبوك موجود أوفر لك كل شيء فاليتيم الثاني شو على طول يجي فكرة في باله أيوة لأن أنا أبوي مو موجود هذه رسالة اللي توصله لأن أبوي مو موجود فأنا مو بلاقي شيء طيب أنت ما يحتاج أنك تقول هذه الرسائل قدامة الشيء الثاني أشركه معك إذا أنت موجود في مكان اللي تامة موجودين أشركهم معك أشركهم معاك في الأكل في اللعب في الطلعة في حتى الحين المؤسسات الخيرية بين فترة وفترة يشركون يعني اللي هم في دور رعاية الأيتام يشركونهم مع الأطفال الثانيين في طلعات في خروج مع أسر في رحلات معينة بحيث أنهم هم ما يحسون بالفرق فمتى ما أنت أشركتهم وما حسستهم بالنقص وكان دليلك الرئيسي أني أنا ما بقهرهم بالعكس أنا أكون دعم لهم صحيح هذا الشيء اللي أنا أقدر أتعامل فيه هذا ضروري الدمج ولكن أستاذي يعني اليوم أشوف صحيح أن اليوم اليتيم فقد أحد والديه ويعني يمكن له مكانة عند رب العالمين وصى عليه رب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن البعض يبالغ يعني حتى وسائل الإعلام تبالغ في مسألة اليتيم اليوم اليتيم ممكن يكون يتيم اليتيم يعني يتيم هو هذا مش عيب فيه أو نقص فيه هو شيء بقدر رب العالمين انه فقد والده او غيره لكن يعني وسائل الاعلام للاسف تبين اليتيم انه انسان عنده نقص دائما يمكن الصوره عن اليتيم انه انسان مو لاقي ياكل مو لاقي بيت ما مو متعلم ما عنده يلبس هاي النظره عن اليتيم الاعلام يعني وايد يبالغون جمال فعلا هذه الفكره اللي قلناها قبل شوي ان المجتمع كان له دور أن يوصل اليتيم أنه هو عاجز ما يقدر أيوة لا بالعكس كأنه عاجز إذا ترجع للتاريخ عظماء الأمة أو عظماء العالم أغلبهم يتامى وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بما أنه يتيم الرسول صلى الله عليه وسلم أمه شو سوت بعثته أن يتعلم اللغة في قبيلة بني سعد وكان يتيم أبوه متوفي ليش؟ لأن هذه حاجة تبني للمستقبل صحيح. أنت اليتيم طيب أنت حسيت أنه هو ضعيف أو عنده نقص عنده مشكلة طيب أنت اللي تعطف عليه مش دائما له ابنيه لبعدين ابنيه لباكر ساعده إذا أنت فعلا تحاول تساعده حاول أنك أنت تغطي حاجاته أنك أنت تبني شخصيته
تبني قدراته، تعرف او تخليه يعرف كيف يتعامل مع المشكلات والحاجات. استاذ عبد الله، بس السؤال الاخير قبل نختم، يعني اليتيم هو من اي عمر لاي عمر يعني يعتبر يتيم يعني في سن معين؟ اللي عرفوه انه يكون يعني منذ الولاده الى 18 سنه. نعم. ل 18 سنه يعتبر يتيم. ليش؟ لان يقول لك بعد 18 سنه يكون أكمل الدراسة وبدأ يشتغل وبدأ يعتمد على نفسه. لأنه وايد كبار يا أخي يقول أنا يتيم عمره 30 سنة من باب السؤال. هو يتيم فقد أبوه. نعم. بس مش الشخص اللي يحتاج لعطفه، وأنك أنت تقول والله أنت ما تقدر تسوي شيء أنا اللي بساعد. نعم. وهذا اللي كنا نقول أن نحن إذا بديناهم في البداية يكونون هم اللي يساعدونا بعدين. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعد الدنيا كلها. نعم. عموما كل الشكر لك أستاذي على هذا الحوار الشيق، كل الشكر للأستاذ عبد الله درويش مدرب تنمية بشرية وإدارية. شكرا.